وزير دكتور عمرو الجارح وزير الماليه. سياده الوزير، هل قولا واحدا الصندوق ليه شروط فرضها على مصر ام لا توجد اي شروط، وانما التفاوض يتم من خلال برنامج الحكومه وما قدم من جانب الحكومه المصريه؟ لا، هو حضرتك بالتاكيد، برنامج الحكومه، وده عرضناه وبشكل واضح ان احنا بنشتغل طبقا ليه برنامج الحكومه. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه مرات بناخد موضوع الصندوق ده بشكل فيه حساسيه مفرطه، ان الصندوق بيشرط بيفترض علينا شروط وبيفرض علينا شروط وغيره وغيره. الحقيقه ده امر احنا عايزين ننتقل من النطاق اللي ممكن اسميه في نوع من الشكل العاطفي الى شكل محترف. انا بتعامل مع حد النهارده بيطلب مني بيقول لي انا همولك، واي حد يعني انا راجل يعني خلفيتي برضه مصرفيه بالقدر الاكبر، لما بيكون عندي بيقول لي حد انا محتاج اقترض منك مبلغ، انا بساله طب انت هتسدد المبلغ ازاي؟ طب انت الشكل الماليات اللي انت بتعرضها عليا في المستقبل هتتحقق ازاي؟ هيبقى عندك هتخفض عجز الموازنه ازاي؟ هتخلي الناتج المحلي الاجمالي يبقى عامل ازاي؟ علشان هو زي ما بيساعدني في الاقراض وبيساعد وكمان بيدي شهاده بالنسبه لي ان انا بحط السياسات في الاصلاح سليمه وجيده وقابله للتطبيق، يبقى هو وهو متاكد ان هو بيعمل الكلام ده كمان، لانها كمان رساله طمأنه للمستثمرين وجهات مانحه ودول مانحه ممكن بتقرض الدوله في هذا الشان، انه المراجعات اللي راجعها معانا بناء على الخطط اللي احنا حاطينها بتقدر انها بتنفذ مثل هذه الاشياء في خفض العجز الموازنه وتخفيض الدين الناتج المحلي الاجمالي ومعالجه كل الاختلالات سواء في ميزان المدفوعات او السياسات النقديه او السياسات الماليه. الفايده واحد ولا واحد ونص؟ بنتفاوض على في حدود كام تقريبا؟ من 1.5 ل 2%، ومده السداد 10 سنوات، منهم 4.5 سنوات فتره سماح وسداد على 5 سنوات. طيب الساده المشاهدين بيتابعوا السادة دلوقتي، منين هسدد؟ يعني انا من اين هسدد الفلوس ديت واسدد فوائدها منين؟ ممكن نقول لهم طيب كده احنا بنفكر طيب ازاي؟ طيب هو السداد موضوعين، ان انا بوفر قيمه المعادل بالجنيه المصري، ده بيحصل لما انا ببتدي اخفض عجز الموازنه وببتدي اقلل الدين للناتج المحلي الاجمالي، بيبقى له الكلام ده برضو نتائج ايجابيه. دي النتائج الايجابيه، ان انا كل ما بخفض عجز الموازنه معناها ان انا بقدر اخفض التضخم، معناها ان انا بقدر اخفض الاعتماد على الدين، وبالتالي سعر الفايده يقل، فبيديني مساحات ماليه وبيديني تحسن في العجز اللي موجود عندي، فبقدر اوفر هذه المديونات بالجنيه المصري. الموضوع الثاني انه يبقى عندي موارد دولاريه، وموارد دولاريه دي معناها ان انا بيبقى عندي ميزان تجاري في السلع والخدمات جيد، ان انا يبقى التصدير بتاعي يبتدي يتحرك لقدام، الصناعه بتاعتي لازم تتحرك بشكل قوي جدا، بيبقى عندي بدائل الاستيراد وغيره وغيره. الاستيراد بيقل، ما بقاش بنستورد عمال على بطال كل حاجه ممكنه وغير ممكنه، فبالتالي انه ببتدي انزل عجز الميزان التجاري بالسلع. بعد كده الخدمات، انا عندي قناه السويس شغاله وماشيه بشكل كويس، وحتى في ظل تراجع التجاره العالميه في سنتين ثلاثه اللي فاتوا، ايرادات قناه السويس محتفظه بنفس القدرات اللي هي موجوده فيها. زي ما قلت لحضرتك، ما تنساش انه السياحه في التسعة اشهر الماضيين او ال10 اشهر الماضيين هو اسوأ فتره ليها. خسرنا قد ايه السياحه يا فندم؟ خسرنا قد ايه سياده الوزير؟ خسرنا قد ايه في السياحه التسعة شهور اللي فاتوا؟ لا، احنا حضرتك السنه اللي هي 15 16 ممكن نكون هنحقق فيها ايراد يقترب من ال 4 مليار دولار. ده بالمقارنه بالسنوات حتى بعد 2011 كنا بنشوف ايرادات ممكن تقترب من ال 9 مليار و 9.5 مليار، ممكن في بعض السنوات شفنا 7، لكن السنه اللي احنا فيها اللي هي الحقيقه اصعب سنه، وانا في رايي ان دي اصعب سنه من 15 سنه فاتوا، ان احنا بنشوف ايرادات السياحه تنزل ل 4 مليار دولار. ان شاء الله لو السياحه بدات تتعافى مره اخرى وابتدينا نستند شويه من اللي خسرناه فيها، ده برضه بيساعد. السياحه حضرتك بتساعد على صعيدين، صعيد في النشاط الاقتصادي ككل، وصعيد في الميزان المدفوعات. القناة حضرتك بتقول لي السنة دي كام؟ يعني خلال سنة والافتتاح الجديد للقناة الجديدة، هل ده أثر ولا لا؟ سلبا ولا إيجابا؟ بصراحة. لا، هو حضرتك الفكرة إنه التجارة العالمية قلت بشكل كبير مع نزول أسعار البترول ومع نزول أسعار السلع الأساسية، وحركة التجارة نفسها متأثرة. أنا كنت في السين من أسبوع
والكلام كله حوالين حجم النمو في الاقتصاد العالمي اللي هو بيشهد نوع من انواع التباطؤ في السنتين ثلاثه الاخرين نتيجه هذه الموضوعات، ونتيجه ان الصين نزلت ل 6.8% بعد ما كانت بتحقق نسب ما بين 9 و10%، فكل ده طبعا مؤثر بشكل كبير فاثر على مستوى التجاره العالميه. ولكن مع ذلك في السويس في حاله جيده جدا بالمقارنه بالاوضاع اللي حصلت. القناة عملت 4 3 5 6 تقريبا، خمسة مليار دولار. الرقم على الدقة يمكن يعني حالا، بس في حدود الخمسة يمكن ونص كمان مليار دولار. خمسة ونص تقريباً. مليار دولار تقريبا، من خمسة لخمسة ونص. أنا بحاول بس يعني أنا مش عايزة يعني حضرتك ما يعني تقريبا في الحدود دي، ما بين خمسة لخمسة ونص. يعني مش أقل من كل سنة. لا في رأيي نعم. رغم انخفاض حركة التجارة العالمية تقريبا 14% تقريبا، كلام اللي بيتقال بالظبط كده. ايه اللي ممكن السلع، احنا داخلين واضح حضرتك بتتكلم على الاستيراد، والمهندس شريف اسماعيل النهارده ايضا كان بيتكلم على الاستيراد، هل في اجراءات هتتاخد للحد من الاستيراد او هنقفل الاستيراد، ولا بعض السلع اللي احنا هنقلل منها؟ بص حضرتك، هي يعني في ما بين فكره يعني طبعا احنا مربوطين باتفاقيات تجاره عالميه وغيره وغيره، واتفاقيات بالنسبه لمنظمه التجاره العالميه في حاجات لازم نلتزم بيها، لكن هو في نفس الوقت انه فكره برضه رفع الكفاءه في الاداره الجمركيه، والحقيقه في شغل كتير اتعمل في كده، منع التهريب، تقليل التهريب، التعامل مع ما يسمى بتخفيض الفاتوره، يعني اللفظ الترمينولوجي بتاع اللي هو اندر انفويسنج، كل ده بيتحسن بشكل كبير، وده بيلم بشكل كبير حجم الاستيراد او بيبتدي يعلي حجم الاستيراد. زائد انه اثنين، احنا عايزين الصناعه المحليه تقوم بشكل كبير، تبقى توفر بدائل الاستيراد، وفي نفس الوقت يبقى فيه جرأه ويبقى فيه جزء من